بيحسدوني لما بضحك وبيقولوا لي اه يا بختك اه يا بختك. ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك بيحسدوني من بعيد من غير ما حتى يقربوا مني يشوفوني يشوفوا شايل ايه في عيوني لما بضحك. انا خدت هيم الدنيا دي صحاب كتير احباب شوية شوية امسح دمع تنزل دموع تحرق عيني. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم لهذا الفيديو. كيف ما شفتوا في المقدمة، هذا هو الفنان المغربي محمد الريفي اللي مؤخرا دار الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا صفحات الانستغرام اللي مهتمة بأخبار الفنانين والمشاهير. محمد الريفي كيبارطاجي فيديوهات يعني المعاناة ديالو. في الأول كان دار فيديو على حسابه انستغرام كان كينشد فيه المغاربة والجمهور المحب محمد الريفي ووزير الصحة وأيضا المسؤولين باش يتدخلوا في الحالة ديالو الصحية اللي كانت متدهورة. الفيديو كان قال فيه محمد الريفي يعني بواحد الصوت ديك الساعة والألم، قال عافاكم عتقوني، وقال بأنه مدة وهو كيعاني من المرض ديالو وما لقاش العلاج لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. وتم الاستجابة للنداء ديالو، تضامنوا مع الناس وبارطاجوا الفيديو ديالو، ووزير الصحة دار تعليمات يعني باش يتنقل على الفور المستشفى وتم العلاج، يعني تم متابعة الحالة ديالو وكان دار سطوري وقال بأنه يعني الحمد لله بدا كيتمثل للشفاء، إلا أن وقعوا له مشاكل عائلية ما بين العائلة ديالو، الأخ ديالو التوأم يعني والأخت ديالو والوالدة ديالو، كانوا كيتهموا الزوجة ديالو بأنها يعني كتمنعهم باش يشوفوا محمد الريفي وبأنها السبب في تدهور الحالة الصحية ديالو. تبعوا معايا الفيديو خوتي، نزيدوا نشوفوا فيديوهات لمحمد الريفي شنو تيقول في هذا الموضوع، ونشوفوا ايضا ردة الفعل ديال الناس فاش شافوا الفيديوهات ديال محمد الريفي. والوالدة ديالو ايضا دارت فيديوهات. وعافاك الوالدة، الله يرحم لك الوالدين امي، عافاك امي وامي، والله يرحم لك الوالدين امي، وعافاك امي سمحي لي راه ولدك تيموت، عافاك والله يرحم الوالدين امي فينك، راه ولدك تيموت، عافاك والله يرحم الوالدين امي فينك، عافاك. هاد الفيديو فاش محمد الريفي كي يعني تيطلب الوالده ديالو باش تسمح ليه، هو بعد ما سمع واحد التسجيل صوتي ليها وهي كتقول ليه بان ما غاديش تسمح ليه، بعد ما خرج في وسائل الاعلام وقال بان خوتو هما اللي كيحرشوا الام ديالو عليه وبانهما هما السبب في هاد القاطعه اللي كاينه بينه وبين خوتو. السلام عليكم سي محمد، هادي الام ديالك اللي كتهضر. ملي خرجتي قدام العالم وتتقول خوتي داروا ليا وفعلوا ليا وتركوا ليا، وفي الاخريه كتجي ترغب وتطلب عاوتاني تعيط لهم في التليفون سمحوا ليا سمحوا ليا، داك التمثيل ما عندي ما ندير به. وتبريت منك قلت لك كل شيء جمع عليا فمو باش تقول لي غير رضا. الله وليدي لا رضيت عليك ولا عمرك شتي في حياتك. سالينا هاد اليومات عندي خلاف مع امي، بغيت نقول ليها تنموت عليك بزاف حيت انا من نهار خرجت معروف عليا من 2013، معروف عليا مرضي الوالدين، مع مني ما زيت راس في الوالده، واخا خلافات دابا في السوشيال ميديا بغيت نقول له الله يهدي. اسمح لي غندوي معاك. ويلا حاجة. رانا ديتي رضات لوالديك ديما رابح. عمرك تخسر. وانا تنجري وتنتقاتل واخا تنشوف لي غزو سوسيو، اقسم بالله يا عارفة المدام تنقلب على الوالدة لأن نهار باش نبوس الرجلين، ما بغيتش نسافر قبل ما نبوس الرجلين حيت رضا الله من رضا الوالدين. واخا
المهم اخوتي محمد الريفي دار محاولات باش يشوف الوالده ديالو ويطلب منها السماحه لا هي لا الاخوه ديالو، الا انه قال بانه مازال ما لقاهاش وما عارفش فين كاينه. وهذه يومين خرج بواحد الفيديو في الشارع كيعيط على الام ديالو، وغنخليكم تشوفوا الفيديو. هذا الفيديو خوتي تبارطاجا بزاف في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، والناس يعني عبروا على الاراء ديالهم في هذا الموضوع ديال محمد الريفي، وجهوا نصائح الوالده ديالو وقالوا لها باش تسمح يعني الابن ديالها وترضى عليه. غادي نخليكم تشوفوا يعني رده الفعل ديال الام وحتى ديال الناس. نشوف واش ما كيبقاش فيك. المهم تشد الحال تيبقى فيا انا، ما تبعش الراي ديال الناس اللي كانوا غادي يوصلوا. كان قلت لكم محمد الريفي راه تنعاود نقولوا كان واحد الولد حلوه، كان واحد الزوين، واحد الولد زوين، ولكن هاد الناس لقاو هاد الولد ساهل. شنو كلمه اخيره؟ تعداو ظلموا. انا دعيتهم للمحكمه العليا هي اللي غتخلص منهم، لان هاد الوالدين وهاد الاب اللي ما كنعرفو لا كحل ولا بيض اللي دخل ولد ما عرفوش، ما عرفوا العائله كي دايره، ولا هما تيعيرونا حنا وكيسبونا حنا. انا شفت هاد الدري كيغوت في الزنقه وبان لي هاد الفيديو بقى لي في خاطري. علاش ديري مع ولدك بحال هكايا؟ تا يتسطى عاد تقولي لهم ولدي رضي عليه، بغى يدير حياته الله يسهل عليه، بغى يتزوج الله يسهل عليه، وانتم الخوت خيطه وخيط ابيض، ما ديروش بحال هكايا، تزيدوا العافيه للجمر، ما تبقاوش تحرشوا في الوالده ديالكم، راه الله سبحانه وتعالى ما عرفتش اش كنديروا، اش كنديروا كنطلبوه وكيغفر لينا، ما حساب لك انت ما بغيتيش تسمحي لهذا الدري، اش غتكوني كاع على الله في ملك الله، احنا ما نسواش جناح بعوضه. سمحي لها الدري، لكان عاد تيتسطى وعاد تقولي ليهم بقى فيا ولدي، بلا ما تقوليها ليهم، حني حني بقلبك، راه ولدك هذاك، راه ولدك، راه غدا ولا بتغدا، راه ما عرفنا شكون السابق، حني فيه، وانتوما الخوت، ما تبقاوش تزيدوا العافيه للجمر، حنوا راه الخوا حدا الدنيا. سبحان الله العظيم كتهضري على ولدك بحال لاقياه في الزنقه، وانا على يقين عنده الاخوان ديالو هما اللي غيكونوا زيدوك لهاد الهضره. حتى انا اللي كنعرف وحكم التجربه ديالي فين ماشي واحد داير الفلوس، الام ديما كترى من واحد ولا جوج لولادها وخاصو هو يحيد ويعطيهم حتما، ديما كيشكيو عليها ما عنديش ما عنديش. وثاني حاجه هو اختار واحد السيده وبغاها، ما عندكش انت دخل فيها، راه هو اللي غادي يعيش معاها. كنتمنى من الله كاينين شي امهات ومن الدنيا وما عمرني تدخلت، وهاهي الام ديالو كتخرج وكتهضر في ولدها سبحان الله العظيم وانا ساخطه عليه. ما كاينش شي ام كتسخط على ولدها الا في حاجه وحده، الا كان كيضربها وكان كيسبها وكيعير، اما الا كان غير لسان والدري ولدك عنده اكتئاب واكتئاب حاد تقدري تخرجي عليه باش طلعي في الاعلام وخوتو كيسمعوا، ما كنظنش هذا الشيء عادي. هذا الشيء ولا كيخلع هذا الزمن، هذا الام ديالك سبحان الله العلي العظيم كتهضري عليه بحال ما عرفت شنو دار لك. خلي ولادكم في التيقار، خلي ولادكم يعيشوا، خلي ولادهم يختاروا اللي بغاو يتزوجوا بها. ما تنفهمش كيفاش ام كتكون بهذيك القسوه انك تقولي انا ما راضياش عليك، وانك تقولي ليه هذا شنو معنيته؟ معنيته انك ما كتبغيهش انكونديسيونيلمون، حب لا مشروط كما الام خاصها تبغي اولادها. انت كتبغي ولدك لانه كيعطيك شي حاجه اولا كيلبي لك شي رغبه اولا المهم خاصك مقابل مع داك الحب. ولي بارون اللي ما كيرضاو على ولادهم وما كيبغيوهم حتى كي ولادهم كيحققوا لهم الاوامر ديالهم والطلبات ديالهم، وحتى كيديروا لهم داكشي اللي بغاو هما، وحتى كياخذوا منهم هذاك الشيء اللي بغاو هما، اللي قال لهم الراس ديالهم وليغويزم ديالهم هما، عاد يبغي ولادهم. ماشي دي بارون بور موا، لي بارون كيخصهم يكونوا بريزون بور لور زانفون، بو امبورت الاغلاط ديالهم، بو امبورت لي شوا ديالهم، بو امبورت tout ce qui peut arriver في الحياه. لي بارون لي فري بارون هما السند الاول والاخير ديال الاولاد طالما كاينين في الحياه. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم الوالده المسكينه. مرحبا بكم، الله يجعل عام مبارك ان شاء الله، ان
بالصحة والسلامة، الله يخلي لكم الوليدات وطول العمر ديالكم إن شاء الله، الله يرضي عليكم. اللي تيسول علينا الله يسول عليه الخير، الله يبارك فيكم. تنسلم على الجمهور كامل وعلى العالم كامل، تنسلم عليه. اللي تيسول علينا الله يجعل ربي يجازيه بخير. مبروك عواشركم، مبروك عواشركم، يدخل عليكم بالخير وبالصحة وبالعافية. أمي تتسلم عليكم كاملين في بلاد المغرب، توحشناكم بزاف، تتقول لكم وليدة مبروك عواشركم ويدخل عليكم بالخير وبالصحة والسلامة. وشكرا الناس كاملين اللي دعموا الأغنية ديال ويا لأصحابي، تنقول لكم شكرا جزيلا. ميرا متبعاني في يوتيوب، تنقول لكم شكرا جزيلا. صافي ميرا. وصلنا خوتي لنهاية الفيديو، كنشكر لكم على المتابعة. قبل ما نختم بغيت نقول باش يعني الله يشافي محمد الريفي ويصلح ما بينه وبين الام ديالو والاخوان ديالو، وحنا كنحترموا الام ديالو كيف ما هو كيبغيها وكيعزها وكيبكي عليها، كنحترموها وكنطلبوا منها باش تسمح ليه وترضى عليه. يعني كيكون الغضب كيكون، ولكن الانسان تراعي لولدها وبانه مريض والله يصلح ما بين النفوس. شكرا لكم خوتي، الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامة.